السلام عليكم. في العام 1953 تم تأسيس أول نادي في مدينة قلعة سراغنة على يد السي العربي الصفراوي، واللي اختار له آنذاك اسم الفتح السرغيني. واستمر النادي في اللعب في أقسام الهواة حتى الموسم 73-74، حيث تم تغيير الاسم إلى الوداد السرغيني على يد السي العربي الصبحي. ودازوا أجيال وراء أجيال، وحتى الموسم 80-81 واللي عرف ولادة جيل ذهبي الكرة السرغينية. هذا الفريق اللي استطاع يلعب مباراة صعود بقيادة المدرب سلحوبي، ولكن للأسف ما تحققش الحلم. وفي الموسم الموالي استمرت الكتيبة السرغينية بنفس العزيمة ونفس الإرادة ونفس الأداء، وتمكنوا من تحقيق الصعود في الموسم 1981-1982 على يد المدرب السلماحي. من غير هادشي كان وما زال حلم جميع عشاق الوداد السرغيني رؤية فريق المدينة في أعلى المراتب وفي القسم الأول. علاش لا؟ هذا الحلم اللي حققته نوادي حديث التأسيس، على سبيل المثال فريق نهضة الزمامرة اللي كيحتل حاليا المرتبة السادسة في القسم الأول ممتاز. هذا الفريق طموح اللي لعبت ليه مجموعة من اللاعبين السراغينة، بداية محمد كمال، أيوب طالب ربو، عصام الشويخ، ياسر عريبة. هاد اللاعبين اللي كنتمنى ليهم المزيد من التألق رفقة نواديهم. قلعة سراغنة سبعان مواهب، ومن الواجب على الإطار الفني يعطوا مرة فرص للشباب، وإن شاء الله يكون خير. يعني حاجة ما مستحيلة. أحلام عشاق النادي أكبر وأكبر في الوقت الحالي نظرا لعدة عوامل، أبرزها التطور اللي وصلت ليه كرة القدم الحالية، بالإضافة للتكوين اللي خلانا نشوف عدة أسماء في القسم الأول والقسم الثاني ممتاز، اللي كنتمنوا ليهم كل التوفيق رفقة نواديهم. واحد النقطة بغيت نشير ليها بخصوص التونيات، راه ما يمكنش دور البوتيكات ديال القلعة كاملة، تلقى التوني ديال البوكا، ديال ريفير بليت، سانتوس، فينرباخشة، قلوب الصنوبر، الفرق كاع كاملين، ولكن الوداد السرغينة صاحبي ما كاينش التوني ديالها. ولا بغيتيه خاصك دير مراسلة للفيفا وتسنى، ولا طلب شي لاعي يخليه ليك في نهاية الموسم. هادشي اللي خلاوه لي، هادشي راه ما معقولش. خاص احنا كسراغينة كنبغيو نلبسو التونيات ديال الفرقة ديالنا، زيد عن ذلك السراغنة اللي كيكونوا في الغربة كيجيو في الصيف كيبغيو يتقداو التونيات ما كيلقاوهمش. خاص النادي يدير ياخذ هذه النقطه هذه بعين الاعتبار، يديروا شي محل شي بوتيك يديروا فيه لي برودوي ديال الفرقه كاملين، ولا يديروا هاد التونيات اسيدي، يديروا هاد التونيات، ديروا كاليتي بروميير كاليتي مزيانه، ديروا ليها الثمن مزيان، اللي بغى الثمن مزيان ياخذو، وديروا الثمن ديال تراوس، كلشي يلبس اللي عنده اللي ما عندوش، ومستفيد طبعا هو نادي الوداد السرغيني. المهم نتمنوا هذه الرساله هذه توصل، ونتمنوا كل التوفيق لنادي الوداد السرغيني، لاعبين وطاقم ومكسب مسير، وديما واسك.